مساء الخير على كل بيسمعونا النهاردة، وبرحب بيكم في الموسم الرابع من برنامج وحكايتك ايه على الإذاعة الرسمية للفنان عمرو دياب، دياب اف ام. معكم محمد مختار، وحلقات خاصة مع فريق عمل ألبوم الفنان عمرو دياب شفت الأيام. استنونا كل خميس وجمعة وسبت مع نجم من نجوم فريق العمل عشان نعرف منهم كل أسرار وكواليس الألبوم اللي مش هتعرفوها إلا على دياب اف ام، في برنامجكم وحكايتك ايه مع محمد مختار. دياب اف ام، تملي معك. ضيفنا النهارده صاحب تاريخ كبير في التلحين، قدر بفنه وموهبته انه يحافظ على نجاحه المستمر لغايه دلوقتي. تعاون مع كتير من فنانين الوطن العربي زي ميادة الحناوي، هاني شاكر، مدحت صالح، علي الحجار، وإيهاب توفيق. كرم من اتحاد الاذاعه والتلفزيون كاحسن ملحن عن اغنيه انا عايش عمري لهاني شاكر. قدم مع الفنان عمرو دياب اعمال كتير كلها ناجحه جدا، والجمهور بيحبها وبيطلبها في كل حفله زي شوقنا، جالك قلب، احلف بالليالي. كانت البداية في ألبوم غني من قلبك سنة 84، واستمر التعاون لغاية دلوقتي في ألبوم شفت الأيام 2014. ضيفنا النهاردة الملحن الكبير خليل مصطفى. أستاذ خليل، ازي حضرتك ومنورنا في دياب اف ام. الله يخليك، ومتشكرين جدا على المقدمة دي. على فكرة الجائزة اللي أنا خدتها من الإذاعة كانت عن أنا عايش لهاني، للفنان هاني شاكر. الأستاذ هاني شاكر، وكانت أحلف بالليالي برضو يعني جايزة مشتركة الاثنين. هما الاغنيتين بصراحة الاغنيتين حلوين جدا يعني، اكيد حضرتك ما بتعملش حاجة وحشة ابدا يعني. اولا عايز اهني حضرتك على نجاح الالبوم الكبير اللي احنا شايفينه، والحمد لله حتى احنا الوقت يعني ما عداش كتير على نزول الالبوم، ولكن الحمد لله نجاح ما شاء الله مستمر، ولو حضرتك حتى واضح قوي في اي مشوار في اي حته حضرتك تروح تلاقي الالبوم شغال والاغاني كلها الحمد لله بالظبط. وليل وعدة مكسره الدنيا كمان من الاغاني الحلوه جدا جدا اللي يعني الجمهور حبها من اول ما سمعها، ولحنها كان جميل وبسيط، هنتكلم عليها بالتفصيل وهنخش في تفصيل. بس خلينا يعني نبتدي كده. انا في بدايه الامر بس لان الاغنيتين اللي انا عاملهم كلام الشاعر الكبير مجدي نجار، اتمنى من كل اللي بيسمعونا لو يقروا له الفاتحه طبعا، لانه طبعا شاعر جميل وانسان جميل الله يرحمه. الله يرحمه. استاذ خليل، تاريخ كبير في عالم الموسيقى والغنى، واستمر نجاح ما شاء الله لغايه دلوقتي، وكل مدى ما في جديد وكل مدى متقدم حاجات مختلفه الناس كلها بتحبها. ازاي قادر حضرتك تحافظ على ده، وازاي قادر حضرتك تطور وتواكب الالحان اللي موجوده من دلوقتي من زي زمان؟ الموضوع بيبقى ازاي النجاح المستمر ما شاء الله ده؟ ربنا يخليك، شكرا. قضيه زمان ودلوقتي مش فرقة كتير. ان ما كانش ربنا يبعت يبقى مفيش حاجة. تمام. يعني قضية مفيش فرق في الجمل بين زمان ودلوقتي، والفرق في التكنولوجي بتاعت التوزيع. يعني شكل الآلات، الجيتار بتعمل زي الدرامز، شكل الأصوات بتختلف يعني. أما الجملة اما الجمله فهي قضيه، ما يعني الانسان بيتقلي يعني اللي ربنا خلقه ملحن بيخلقه بيها، يعني بيبعت له كل شويه جمله كده. يعني انا دايما اقول ان الفنان عباره عن، او الملحن بالذات عباره عن طبق دش لازم ينظف كويس عشان يلتقط الحاجات اللي جايه له من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. فما انا مش عارف فروق في اني اواكب يعني قضيه انا ما بقصدش يعني، ولا كنت بقصد زمان ولا اقصد دلوقتي خالص يعني. المساله مساله عفويه جدا وفطريه جدا، ما ينفعش اقصد. لو قصدت حضرتك مش هتحس بالغنوة يعني، لو طلعت غنوة بالعقل هتبقى وحشه قوي، وممكن تبقى كشكل موسيقي وكتابة نوت أو حاجات كده صعبة، وإيه ده ومش عارف إيه، ونقلات صعبة جدا ومقامات مختلفة وحاجات كده، لكن ما بتديش إحساس يعني، ما بتوصلش للقلب. ودي بتمنى يا رب ما أعملها يعني.
وعايز اضيف كمان طبعا اتفضل. ان بالنسبه لعمرو دياب، هو نوعه كده يعني، هو ما بيحبش الفزلكه يعني، المقامات وتنوع وتعمل جمله مش عارف عريضه وبعدين انت مش عارف تعمل ايه بالعقل، برضه هو بيختار باحساسه يعني، اختيارات العقل عنده في التوزيع، لكن اختيار الجمله برضه يعني هو مريحني في كده يعني. انا برتاح جدا ان اتعامل مع نجم موهوب زي عمرو عشان ده يعني، ان هو بيحس الجمله من اول مره يعني، يا لا، وبيحب البساطه، ما بيحبش الحاجات يعني افهم حضرتك ان الاحساس هو اللي بيطلع اللحن مش العقل يعني. طبعا الاحساس هو الاساس في كل شيء، ان اللحن يطلع بالجمال اللي احنا بنسمعه ده. هو احساس، هو ربنا، ما فيش حد يقدر يعمل الحكايه دي بعقله يعني، هتطلع دمها تقيل جدا وزي النشيد يعني، يمكن نشيد احلى. حضرتك كنت بنتكلم برضو عن موضوع التكنولوجيا اللي دخلت في التوزيع والحاجات زي ده، حضرتك شايف ان التكنولوجيا افادت التلحين ولا ضرته؟ افادت التلحين ولا ضرته؟ قصدك يعني هو حريض دلوقتي في ناس كتير برضو بتلعب حتى الالات ممكن على البيانو على الكيبورد، ما بتلعبش الالات الاصليه خلاص بقى مع التطور ومع الحاجات، مش لايف يعني. ما بقتش لايف بالظبط، فبتلعب على الكيبورد. معرفش هل ده يبقى حاجه كويسه ولا حاجه حلوه، ولا زمان لما كنا بنلعب اللحن كل واحد على العود وعلى الكمانجات كل حاجه بيبقى ليها دورها، كان ايه الافضل؟ دي ليها روح يعني، هنا لما بتلعب حاجات، بس افتكر ان في ناس كتير واولهم عمرو بيشتغل لايف يعني، جيتار بتاعه لايف، انا سامع لايف يعني. مظبوط طبعا مظبوط. ومعظم الالات اللي بيستخدمها وكمانجات واكورديون كله لايف، عشان كده في روح في الاغاني يعني، بالذات لو اتكلمنا يعني طبعا هنروح الاغاني ونتكلم طبعا طبعا لسه الموضوع قدامنا كتير. لكن قضيه التوزيع، كل المشكله اللي حصلت في الفتره الاخيره ان المطربين باستثناء عمرو، كل المطربين اعتمدوا على الموزع ان يعمل لهم شكل، او هو اللي يختار، او هو اللي يعمل الشكل الجديد القادم، ودي مشكلة كبيرة جدا وغلطة كبيرة جدا، لان الموزع مش هيعرف يعمل جملة، هو بياخد جملة يخرجها يعملها في احسن شكل ممكن يكون، لكن ما يقدرش هو يعمل جملة يعني، ما يقدرش يطور في الروح، لكن يعمل الجسد ما قدرش يعمل روح يعني. هل التوزيع بيضيف للحن؟ طبعا هو مش بيضيف في روح اللحن، هو بيبرز جمال اللحن يعني. المفروض ان اللحن لو اي جملة بقولها هتسمعها مني مش هتبقى زي مثلا وهي متوزعة، عادل حقي مثلا او اسامة الهندي مسكها عمل، او اي موزعين عبقرة تانيين، طارق مدكور ولا طارق عاكف ولا يعني محمد مصطفى، ناس كتير طبعا، ناس كتير قوي كبار طبعا، كل واحد عنده وجهة نظر ازاي ياخد الجملة دي روح بيها فين، هيعملها مقسوم ولا يعملها هاوس ولا يعملها مش عارف يعني، ده كله ممكن يكون عند الموزع. لكن التطور في الروح دي قضية الملحن يعني، زمان كان اللي بيعمل شكل جديد للأغنية كان عبد الوهاب نفسه، الملحن نفسه مثلا يعني، ولا بليغ ولا الموجي ولا اي العباقرة كان بيفكر يعني بشكل مختلف، او بيعمل لحن جديد الناس ما سمعتوش قبل كده يعني. انت ما تسمع في عز ما كان لسه بيقولوا الليالي، تسمع انا والعذاب وهواك، حاجة تجن يعني، لو اتعملت دلوقتي، لو هي اغنية جديدة لسه نازل دلوقتي هتكسر الدنيا طبعا، ولغاية دلوقتي ما الناس كلها بتحب الاغاني دي وبتسمعها يعني، بتستمتع بانها تسمع اغاني زي دي بالظبط. فمين اللي عمل بقى الشكل
الجديدة والجرأة في استخدام جملة بالشكل ده. هو عبد الوهاب هو الملحن، الملحن بيبقى عنده ربنا بيبعت له يعني أشكال متطورة لوحدها، مفروض بقى إن الموزع بياخدها ويعمل منها غنوة جميلة يبرز فيها جمالها، لأن كل جملة وفيها جمالها أكيد طبعا. ما كانش موزع موهوب برضو، موهوب في إنه يخرج الغنوة، لكن هو ما يعرفش يعمل جملة يعني صعب قوي حكاية ان احنا نسيب شكل الأغنية ان يتحكم فيها الموزع. الموزع ما يقدرش يعمل ده، ودي المشكلة اللي وقع فيها الأغنية في الوطن العربي في الفترة دي، بقالها فترة، باستثناء عمرو دياب، لان هو اللي بيختار نفسه وهو اللي بيفرض شكل اللي هو عايزه. بالتعاون طبعا مع الموزعين والملحنين طبعا، بيبقى في جلسات عمل اكيد ما بينكم كلها عشان نقدر نشوف الصوره اللي احنا بنشوفها في الاخر دي. بالنسبه للملحن، لا بالنسبه للملحن مثلا انا باجي اسمع عمرو جمله بيسمع يا ايه، لا تمام خلصت في ساعتها يعني. التعب بقى مع اولا الشاعر، لان عمرو بيحب البساطه مثلا جدا، ف بيتعب الشاعر عشان يطلع منه شكل معين بسيط مش متعقد. ونفس الشيء ونفس المجهود بيحصل برضو مع الموزع، يعني اكيد عادل حقي واكيد اسامه العندي طبعا بيقعدوا في أكتر جلسات ناس عمل يتكلموا كتير عن الحاجات طبعا. دي تمام، احنا لسه مكملين مع الملحن الكبير خليل مصطفى، لكن نروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معنا. وهتبتدي الحكايات معانك قالت لي حاجات، وهو بان عليك علامات ما خلاص كفايه سكات. وهتبتدي الحكايات معانك قالت لي حاجات، وهو بان عليك علامات ما خلاص كفايه سكات. I'm
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين مع الملحن الكبير خليل مصطفى وبرنامجه حكايتك ايه مع محمد مختار على دياب اف ام. استاذ خليل، حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي عن ان في مطربين كتير التوزيع هو اللي بيتحكم فيهم، وبقى خلاص مركزين قوي ان هو اللي بيعمل لهم الشكل. الموزع بيسوق بالظبط كده. السؤال برضو، فين المطربين؟ مفيش مطربين. يعني لو حضرتك بصينا على الساحه الفنيه الى حد ما مش موجودين بالشكل اللي احنا متخيلينه. هو يعني مش موجودين بالشكل اللي احنا نفسنا بالظبط فيه. بالظبط. لكن في طبعا مدحت صالح، وفي على الحجار، بس وفي ليه ما بنشوفش، ما بنشوفهمش موجودين على الساحه الفنيه وبننزلوا البومات ويعملوا شغل؟ ايه السبب في ده؟ عشان اصل انت دلوقتي هنعمل مقارنات فتبقى مشكله. لا، مش مقارنات، احنا عايزين ناس. يعني احنا يهمنا في الاول والاخر نجوم، زي ما حضرتك قلت الفنان مدحت صالح، زي الفنان شاكر، زي فنانين كتير جدا من نجومنا المصريين على الحجار. وعلى الحجار طبعا يتواجدوا على الساحه الفنيه بشكل قوي. احنا دي رموز مصر. اتمنى. بالظبط بالظبط. فالفكره كلها اكيد في اسباب خارجه عن ارادتهم، انا مش بقول هم مقصرين، ولكن اكيد بعض الاسباب، بما ان حضرتك ملحن كبير ويعني وعندك من الخبره اللي ممكن يقول لنا ايه اسباب ابتعادهم عن الساحه الفنيه، فكنا عايزين نعرف من حضرتك. هو في طبعا اكتئاب في الوسط الفني بسبب النت. تمام. لان مفيش منتجين. دي مشكله كبيره على طبعا فكرة. يعني طبعا زمان كنا 20 منتج كل شويه حد بيتصل عشان صوت عنده. دلوقتي هيقول لك انتج ليه؟ بثانيه هتتاخد الغنوه من على النت. واخد بالك؟ ف دي اول نقطه. اول نقطه ان مفيش منتج، مفيش انتاج، ودي مشكله كبيره قوي طبعا. يعني انا اتمنى ان الكلام ده يوصل لرئيس الجمهوريه عشان يتدخل بنفسه، لان واضح ان لازم كل حاجه دلوقتي رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه هو اللي اتدخل فعلا. صح. اه والله مظبوط. عشان يبقى في منتجين تاني، لازم المواقع دي تتقفل او يشوفوا لها حل. تركيا مثلا لقيت حل، والناس وبيكسبوا، يعني المنتج بيكسب. فالمنتج لو كسب هينتج طبعا، هيكمل واحد هيكمل. واثنين طبعا. وثلاثة وهيبقى في نجوم مرة اخرى. يعني مشكلة كبيرة. يعني دي اكبر مشكلة بتقابل الوسط الفني. انا شايف ان الوسط الفني فيه ناس عبقرة قاعدين في البيوت. عشان كده احنا عايزين يعني مش بس اصوات طبعا، وملحنين وموسيقيين وشعرة طبعا طبعا، فنانين كتير موزعين عبقرة طبعا قاعدين في البيت، لان المطلوب قليل. يعني احنا كنا زمان بنعمل اغاني كتير. وعلى فكرة الاغاني الكتير بتخلي الواحد اكثر نشاطا واكثر ابداعا. تمام. عايز يطلع كل شوية حاجة جديدة. عملت الجملة دي، لا طب انا عايز اكمل حاجة مختلفة عن اللي عملتها. يعني الحمد لله ان انا بشتغل مع حد شغال زي عمرو مثلا، ما شاء الله الله اكبر. يعني فما بنامش كتير. يعني في حركة على طول، بتفكر في الجديد طبعا، في التطور طبعًا. الجديد بالعكس، ده كل ما بينزل حاجة وبيحصل اي نجاح بيحصل مردود طبعا كويس، احساس اني عايز يعني احافظ على الاقل على المستوى ده ان ما كانش احسن. فده احساس جميل يعني. لكن الناس اللي ممكن تبص تلاقي مثلا ملحن جاي له واحد يعني حتى لو مش معروف، ولا صوته مش قوي ولا حاجه، طب ما هو كمان عايز يعيش. يعني لو اتكلمنا في النقط دي بسبب زي ما اتكلمنا المشكله الكبيره الانتاج، والانتاج بسبب النت، لازم يشوفوا لهم صرفه، لان مصر بدون فن تبقى مشكله كبيره جدا. بالظبط. يعني كتر خير عمرو دياب، انا رايي الشخصي طبعا طبعا، ان اللي بينتج دلوقتي او بيعمل فن يعني دلوقتي ده بطل يعني، وقادر يعني يحافظ عليه، وقادر انه يعني الجمهور كلها بتبقى قاعده متشوقه بالزبط. لنزول ألبوم الفنان عمرو دياب، وعايزين يشوفوا الجديد بالزبط. لا لغايه دلوقتي ما شاء الله، يعني الموضوع الحمد لله لا مختلف طبعا. طبعا طبعا. فاصل عمرو ايه بقى؟ عمرو ما بيشتغلش مطرب بس،
وما تقدرش تقول عليه مطرب، عمرو حالة. والحالة دي أعلى من كون مطرب ولا مغني ولا كلمة حالة دي حاجة من عند ربنا، يعني مش حاجة حد يخترعها، إن هو واخد باله من الحروف في الشعر اللي بيجيله، بيختار الكلام وبيتعب في التوزيع. أنا واثق إنه يعني بيشتغل موزع، هو في ما بيسمع اللحن بيشتغل ملحن ساعتها، وهو بيغني عايز يقول حاجة معينة في الغنى، ما هو اختار كده عشان يقول حاجة معينة. يعني فدي صفات بتطمن اي فنان بيشتغل معاه، على فكرة مش بس انا، يعني كل الناس اللي اشتغلوا معاه وبالذات الشباب الجميل اللي عامل له شغل جميل. يطمن، يعني هو راجل مخلص، راجل قاعد بيشتغل 24 ساعة بيشتغل ما شاء الله، الله أكبر يعني عليه. ودي مش موجودة كتير، يعني إذا كنت بتسأل عن ليه مش موجود، لأن الصفات دي مش موجودة دايما في كل حد من اللي قلنا عليهم، برغم إنهم ناس فنانين كبار. طبعا طبعا طبعا. طب خلينا نرجع مع حضرتك بقى لبداية معرفتك بالفنان عمرو دياب، وتحكي لنا البداية كده، اتعرفتوا على بعض ازاي، وكان اول لقاء ما بينكم كان ايه، واتفقتوا ازاي على الالحان، يعني خلينا كده نفكر الجمهور ازاي كانت البدايات مع الفنان عمرو دياب. انا كنت لسه متعين معيد باكاديمية الفنون، انا خريج كلية تربية موسيقية، وتعينت معيد في اكاديمية الفنون، وجاني الطالب عمرو دياب. تمام. عود، ادي له عود. انا مش فاكر ان اديت له حصة، يعني انا والله يعني اللي حصل ان هو دخل بيتكلم في الفن، يعني دوبك قلنا حبة حاجات كده في بدائيات العود يعني، وحبة يعني تقسيم او تقطيع او الى اخره، ومش قوي يعني هو كان كل همه انه بيتكلم في الفن، هو عايز يبقى فنان، هو باصص لحتة انا مش عارف ان هو باصص لهناك كده. فنيجي نخش الحصة عشان المفروض ياخد يعني حصة عود، ما بتطلعش حصة عود، بتطلع حصة كلام، قاعد بنتكلم في الفن، وانا كنت لسه عامل لحن اسمه كان احساس صحيح للأستاذ علي الحجر، لان الأستاذ علي الحجر هو اللي قدمني كملحن. فهو بيحب اللحن ده عمرو، ولغايه دلوقتي يعني كان مره قال لي عايز تسمع تاريخ على الحجر، راح مغني لي الغنوه دي كان احساس صحيح. ف ابتدينا كده، بس هو كان عنده افكار خاصه بيه، يعني انا اللي قدامه على فكره ممكن ما توقعش هو عايز يفكر في ايه وعايز يعمل ايه. فقال انا عارف ان انت ملحن طبعا كويس ومش عارف ايه وجامد وبتاع، هو احمد الحجار وكده، بس انا عايز اعمل مع هاني شنودة. عايز انا. فانا قلت له يعني ماشي، بس يعني اشمعنى هاني شنودة؟ انا مش عارف يعني. يعني هو باصص فين؟ تمام. هو باصص على انه يختلف، كان يعني شايف في الاستاذ هاني شنودة انه ممكن يختلف بيه. فعملوا فعلا البوم الاولاني يا طريق. بعديها مباشره برضو في حصه، فكنت عامل انا جمله يا سمره، كلام الشاعر الله يرحمه الاستاذ رضا امين. فقال لي لا دي انا اخدها اغنيها. دي كانت اول تعامل بينا وبين بعض. ف هو يعني هو سمع من حركة الاغنيه كامله. طبعا. سمع الاغنيه بكلماتها بلحنها بكل حاجه، غناوي شو غناوينا احنا وقعد يغنيها، وقال لي لا انا عايز اغني دي. يعني دي فابتدينا بقى
بعديها عملنا خالصين، وعلى الألبوم خالصين برضو كان في سكة مش طويلة أظن، وكان في خالصين وكان في أفراح أفراح وتوالت يعني. يعني إيه، أنت تعرف إن أنا لغاية دلوقتي مش حاسس إني إلا في الألبومين اللي فاتوا بداية حقيقية في تركيزي مع عمرو دياب. يعني أنا شايف إن اللي فات قبل كده كان بالصدفة، صدف يعني، ما قاعدين في حصة عود فيسمع يا سمرة فيغني يا سمرة. خلصين كنت بعمل حاجات في صوت الدلتا، تامر كوت الله يمسيه بالخير، أولى الشركات دي اللي اتعمل معاها الفنان عمرو دياب بالظبط طبعا. هو كان بيجي عمرو وكده فسمع بالصدفة برضو خلصين، وما كانتش اسمها خلصين، كانت كلام تاني مكتوب عليها وكتب عليها رضا أمين باختيار عمرو دياب. عمرو دياب كان بيحب كلام رضا أمين جدا، وذلك هو اللي كتب له شوقنا بعد كده برضو. شوقنا بالصدفة في أسانسير يسمعها مني، يعني قبل ما نوصل الدور اللي وصلنا له اللي كنا طالعين له قال لي سمعني، كان بيلعب رياضه وجاي داخل الاسانسير وانا كنت طالع للناس فوق. قابلته بعض صدفه يعني، بالصدفه سلمنا على بعض، قول لي اخر جمله عندك مش عارف ايه، فقلت له جمله كده عاملها الاسكندريه، هي كانت اسكندريه يعني، اسكندريه اشواقنا شطك وبحرك ده، اسمعها تمام. قال لي مين يكتب على طول، هو اسرع. هو اسرع يعني، هو ما ناقشنيش ايه الكلام ده ولا مش ايه الكلام ده. قال لي مين يكتب على الجملة، فخلاص الجملة بتاعته. قال لي طب اطلع معايا عشان تعمل التنازل، فطلعت مع عملت التنازل ونزلت مشيت، ما رحتش للناس اللي كنت جاي لهم. تمام كده، صدفة صدفة راحت حتة تانية خالص. فمعظم الشغل احلف بالليالي كان بالصدفة برضو، مدحة العادل عندي وبنشتغل بنعمل جملة فقال لي استنى ما سمع عمر، راح بكلمه كان في ام ساوند بيشتغل في ويليموني، شريط ويليموني، ما كانتش لسه حتى ويليموني اتعملت، ف سمعها على التليفون فقال تعالوا لي دلوقتي انا مش هعمل اللي بعمله دلوقتي، هنبدأ في دي على طول على طول، مع اني ما كانش لسه عملت كوبليه، وعلى فكره دخول الكوبليه ده لحن عمرو. من سياق اللحن واحنا قاعدين كنت لسه عامل هي كلمه واحلى كلمه لقيتني بهوى ويا دوب احلف بالليالي، ف غناها وكان الاستاذ حسين صابر ماسك العود وعمرو ماسك الدف وقاعدين في ام ساوند نغني يعني، هو طلع الكوبليه واحنا قاعدين كمان وكله مدحت العادل طبعا كان معانا. كله صدف، اللي مش صدف اللي كان قصدي ان انا اشتغل سبت فراغ كبير، عادت الايام عليا يا قلبها، هي كانت كنت عرضتها عليه من فتره قبلها بسنين يعني، بس افتكرها في الالبوم اللي فات وابتديت اركز بقى يعني، ابتديت يعني من ساعتها وانا مركز مع عمرو يعني، عايز اعمل اشكال وما تبقاش بالصدفه يعني، انا عايز ابقى قاصد. يبقى حضرتك يعني عايز تعمل الحان يعني زي ما حضرتك قلت كده، من خلال برضو تعاملك مع الفنان عمرو دياب وتقديمك ليه كذا لحن وعجبه، فقدرت حضرتك تفهم ايه اللي هو بيفكر فيه او ايه الطابع اللي بيحبه في الالحان، فممكن تكون حضرتك تشتغل على الحته دي عشان نطلع الالحان بالشكل ده. لا انا ما بقصدش خالص ايه اللي يليق على عمرو وما يليقش على عمرو، انا بعمل جمله وخلاص تمام، بس تبقى حلوه انا واثق انه بياخدها حتى لو مش قريبه من الشكل اللي بيقدمه، وانا نفسي اعمل ده، انا مش عايز اعمل له الاشكال اللي بيعملها، انا عايز اعمل اشكالي انا مزبوط. اللي يحبها هو مظبوط،
ودي بتبقى حاجه حلوه، يبقى في تنوع كمان في الالحان واشكال مختلفه بالزبط. عشان حضرتك في نفس الوقت بتكون عايز تبدع اكتر وتقدم حاجات مختلفه اكتر. انت يعني لو سمعت سبط فراغ كبير، في ناس كتير قوي لما قلت لهم قبل ما يغنيها قبل ما ينزل الالبوم يعني قالوا لي دي مش بتاعت عمرو. سبط فراغ كبير ازاي هيغنيها عمرو؟ ده عايز حد يعني قويل ومش عارف بيقول ازاي يعني، بيقول بيقول بطريقه تانية مختلفه عن عمرو يعني، يا يكون بقى مدحت يا يكون علي يا يكون حد تاني فضل شاكر قبل ما يستشيخ يعني اي حاجه. بس انا ما بحبش اني في الالحان ما بحبش امشي في ظل حد. انا ما بحبش اكون شكل حد. انا ربنا خلقني وبيديني جمل شبهي انا، فلو حاجه طالعه من قلبي وحاجه جميله واثق ان عمرو على طول هيخطفها. عمرو ما بيسيبش. عمرو انا مسميه الخطيب بتاع يعني احطها جول احطها جول ما دام لمسته يعني. لكن احاول اعمل شكل قريب من عمرو هفشل واعمل حاجه وحشه. صدقني يعني انا عشان كده الابداع ما شاء الله موجود ومستمر، وحضرتك كل ما ده بتقدم لنا حاجه جديده احلى من اللي قبليها ومختلفه كمان بكتير عن كل حاجه احنا سمعناها. الحمد يعني لله. الحان مختلفه ومتنوعه وفيها اشكال فعلا بجد. اقول لك اهو ليه الوعد ده مثلا. اهو ليه الوعد ده يعني اخترع على طول عمرو من التليفون يعني على طول. الله يرحمك يا مجدي النجار، كنت عنده وزهقت فقمت من القعده يعني عايز امشي. قلت له انا ماشي. انت كل شويه تمشي يعني حبا يعني طبعا يا عم اقعد شويه. قلت له لا انا ماشي. وانا بفتح الباب جاتني الجمله دي ترارارارا تيرارارا تيرارارارا، راح اكتب عليه اقول لي الوعد ومتصل بعمرو سمع له خلصت خلص الموضوع. الجمله دي كتير قبل ما ينزل برضو الالبوم اللي دي هي مش شبه عمرو. ده شبه منير. ماشي انا موافق. انا عايز اعمل كده. انا مش عايز اعمل الاشكال اللي متعارف عليها من عمرو لدى جمهوره. انا عايز اعمل حاجات مختلفه مش قصدا. ده هي بتيجي كده يعني. الجمله اللي هتطلع مني انا هسمعها لعمرو. بس ايه الفرق ان انا بقول مركز مع عمرو، ان انا مش عايز الشغل يبقى بالصدف كل 50 سنة نتقابل نعمل يعني واخد بالك نعمل جمله. لا طب اولا عمرو دياب فاترينا مهمة جدا، نجم كبير، يهمني ان الجملة اللي ربنا بعتها لي دي تتحط في فاترينا جميلة زي عمرو دياب يعني. دي الحقيقة. انا بكلمك مش مهم بقى بسجل ما بسجلش، انا بقول لك الحقيقة اللي من قلبي يعني. وساعات الحقيقة اللي من قلبي دي بتوديني في داهية، بس يعني دي الحقيقة. بس ده اهم حاجة في الدنيا الحقيقة. الحمد لله. انا مش عايز اشتغل مع عمرو بالصدف زي ما كان يعني. كان يمكن اياميها كان واخدني اني بشتغل مع مدحت وبشتغل مع علي وبشتغل يعني مع غيرهم او سفر او غيره ياخدني. مش عايز الحاجات دي تاخدني يعني. انا طبعا اشتغل مع كل الناس على عينه وعلى راس طبعا يعني، مش عشان ما تفهمش غلط يعني. لا طبعا مفهوم. لكن عمرو بالذات انا مش عايز شغلي معاه يبقى بالصدفه زي ما كان. انا عايز ابقى مركز له اني اني ان الجمله اللي تطلع مني اسمعها لعمرو. حتى لو الاراء بتقول انها مش شبه عمرو، هي لو حلوه عمرو مش هيسيبها لما يكون ايه. انا عارف عمرو. احنا لسه مكلمين معاكم على الملحن الكبير خليل مصطفى، لكن نروح لفاصل ونرجع تاني. خليكم معنا. قدام عينيا اللي انا حلمت بيه هو اللي غير تعالي
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع الملحن الكبير خليل مصطفى. استاذ خليل، اكيد لقاءاتك مع الفنان عمرو دياب وفي حاجات كتير تجمعكم، فعايزين اهم المحطات بالنسبه لحضرتك مع الفنان عمرو دياب، واكيد الذكريات بقى الحلوه اللي ما تتنسيش في خلال مشواركم الطويل ده. انا يمكن قلت منها حاجات كتير في بعض اللقاءات في التلفزيون او كده يعني. هو طبيعة عمرو ان هو اهم حاجة عنده يعني يقابل خليل يبقى عايز جملة، يقابل عادل حق يبقى عايز يسمع شكل او صوت جديد، توزيعة جديدة. يعني هو دايما القضية بالنسبة له فن، حتى الحاجات اللي حصلت معظمها فنية يعني. انا قلت احلف بالليالي طبعا على التليفون، تعالى جري. انا عندي على فكرة كاسيت متسجل عليه القعدة دي، قعدة عبقرية ومغني فيها زي الفل، مغني حلو جدا. مع ان الغنوة كانت لسه يعني يدوبك بيلمس عليها يعني، بس هو يعني معدة هاضمة سريعة يعني، بيعرف يحس الحاجات بسرعة، ودي مريحة. لان يعني في حاجات قبل كده يعني مع ناس تانية من الاغاني اللي نجحت كمان قوي، مثلا إثارة أحلى، ما حدش كان راضي ياخدها مني والله يعني. مدحت صالح واخدها على فكرة وهو خايف يعني. انا مش بعمل مقارنه يعني، بس كل موضوع ان عمرو ما بينتش يعني خلاص. هو عارف بيعمل ايه، قلت لك الاسانسير في شوقنا يعني، ما من قبل ما نوصل الدور اللي احنا رايحينه يعني حرك لغيت مشوارك وراح الموضوع راح في حته تانية خالص. هو قابلني ازيك وعامل ايه، طب سمعني، سمعته وقبل ما نوصل للدور كان هو اختار الجمله ومين يكتب وخلاص يعني، تعالى بقى اكتب لي التنازل وخلاص، سلام عليكم. وانا رحت انا تمام كده يعني، استمتعت باني قعدت معاه شويه. اصل في حاجات برضو يعني صعب ان الواحد يعني ذكريات يقعد يحكيها في اذاعه مثلا او حاجه يعني. يعني الذكريات كلها فنيه يعني، في استوديو، في قعدات. هو دايما بس مصمم ان انا بطل سجاير يعني، لازم تبطل سجاير اكيد عشان بيحب حضرتك وخايف عليك طبعا. هو ما شاء الله عليه، الله اكبر يعني. يعني انا مش حاضرني دلوقتي. طيب خلينا نروح ذكريات يعني، نتكلم عن الالبوم بقى شفت الايام والنجاح الكبير اللي محقق الالبوم في الفتره الصغيره اللي هو لسه نازل فيها، وما شاء الله يعني نجاح غير عادي مكسر الدنيا الحمد لله. بوجود حضرتك ووجود طبعا الشاعر الكبير مجدي نجار الله يرحمه، وجوده في الالبوم برضو مجدي يعني مثلا من ضمن الذكريات يعني، مش انا اللي سمعت عمرو سبت فراغ كبير، اللي سمعها له مجدي النجار. فمجدي النجار ما بيعرفش يغني، فانا قلقان جدا، بيقول لي عمرو عجبته وخدها، فقلت له طب يعني غنيتها له ازاي، فيغنيها لي، فاقول له ازاي طب فهم منك، ما انا مش فاهم. فاتصل بي عمرو بعدها، قلت له معلش يا عمرو، انا نفسي اتاكد ان انت وصل لك اللحن تمام من مجدي، يعني قوله لي كده. فقاله لي، فقلت له مظبوط جدا، قال لي طبعا. قلت له طب ازاي عرفت، مجدي ما بيعرفش يغني الله يرحمه يعني، ازاي عرفت؟ قال لي بالعشره، عارف نيته ايه، عايز يقول ايه.
وانا كمان انت ما انا عارفك يعني فتخيل حد بيستقبل كده يعني طبعا. عادت الايام نفس الشيء برضو اللي مسمعها له مجد الله يرحمه. يعني مجدي كان هو اللي سمع له كل حاجه، حتى الغنوه اللي مش بتاعته اللي هي قلبها كلمات الشاعر عادل عمر. عادل الله يمسيه بالخير. مجدي برضو اللي مسمعها له، لان مجدي عجباك جملة فقلت له الاغنوه دي يا مجدي انا مسمعها لعمر مش عارف من كام سنه، يعني اظن 97 حاجه كده. فقال لي طيب تمام انا هكتب عليها كلام تاني واسمعها لعمر. فراح كاتب عليها كلام ولسه جاي يسمعها لعمر. هنا بقى القصه، الحكايه خطيره يعني. فلسه بقول له تيرا تارا تارا تيرا را را تيرا را. قال لا الكلام ما بقولش كده، بقول يا قلبها يا اللي ده بالكلام، حافظ الكلام بالكوبليهات. من سنة 97 ل 2013 ما شاء الله الله اكبر يعني. انت واخد بالك يعني؟ طبعا طبعا طبعا. هو حرك سمع اللحن. لا مش ده اللحن، انا فاكره كويس. انا من زمان مسمي عمرو الريكوردر، يعني هو لو سمع جمله حتى مش بتاعته يحفظها. ما شاء الله عليه الله اكبر يعني. يعني في وسط العدد الكبير من الالحان اللي عملها بتلاقيه عارف كويس جدا اي جمله اسمعها. عايزين نتكلم مع حضرتك اكتر عن الشاعر الكبير مجدي نجار والعلاقه الطيبه اللي ما بينك وبينه ومشواركوا الطويل مع بعض والالحان الجميله والكلمات الجميله اللي انتوا انتجتوها وطلعتوها. محتاجين نتكلم اكتر عشان مجدي نجار، عشان للاسف هو مش موجود معانا جايز بجسده، ولكن اكيد موجود بروحه وموجود بكلماته وعايش في وسطينا، وان شاء الله اكيد لسه هنسمع منه حاجات جديده الناس لسه ما سمعتهاش. على فكره في حاجات كتير هنعملها انا ومجدي، وان شاء الله يا رب تسمعوها تباعا يعني. ان شاء الله يعني ان شاء الله. مجدي النجار شاعر جميل موهوب وله طعم خاص بيه، و انسان جميل. انا اعرف مجدي النجار من حوالي 30 سنه الله يرحمه، بس ما اشتغلناش يعني، ما كانتش العلاقه بيني وبينه علاقه شغل، كانت علاقه صداقه اكتر منها شغل. يعني ما عملتش معاه غير اغنيه، ومش من مش من الاغاني اللي بحبها قوي يعني لعمرو برضو كلميني وحس بيه يعني مش فضل الموضوع كده لغايه ما اتقابلنا بسنه 2000 يعني 2004. هو يعني كان في الشرطه. ايوه صح. وطلع من يعني قدم استقال استقال من الشرطه وكده. بعديها على طول احنا اتقابلنا بقى واشتغلنا يعني. طول ما هو ظابط انا ما عرفتش اتعامل معاه. ليه؟ كان مختلف في طريقه التعامل؟ لا ابدا، هو 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 بس مش عارف يعني، هي توقيت ربنا بقى يعني. انا مش عارف ايه السبب يعني، ما ركزتش مع مجدي غير مثلا من 10 سنين فاتوا. وحاجه غريبه قوي، في اخر ايامه في اخر سنه على الاقل يعني، مثلا ما فيش مره اروح له الا ما يقول لي احنا عايزين نشتغل. اقول له مش كل يوم اشتغل يعني، اصل ده مش بالعقل يا مجدي. يقول لي لا لا لا، ما انت اول ما بتخش في المود بتطلع جمل يعني، ما تقلقش. ويقعد يكتب فعملنا كميه اغاني يعني. انا عندي كميه اغاني المجدي الحمد لله يعني. مش عارف كانه كان حاسس انه هيفارقنا ويعني الله يرحمه. الله يرحمه. شاعر كبير يعني بجد، كلنا زعلنا جدا جدا عليه. كانت يعني مش عارف لحضرتك، هو طبعا اقدار سبحانه وتعالى ربنا طبعًا. يعني طبعًا. الفكره كلها بس حضرتك عارف الفراق هو اللي بيبقى هو صح. الفراق
هو الفرقة احنا كلنا بالظبط يعني طابور، بس بالظبط حد سافر وسابنا بس هو قبل ما يسافر ساب كمية أغاني كتير يعني مش عارف عددهم يعني، ومعظمهم أنا ما يعني اشتغلت فيهم يعني معاه وإحنا قاعدين. والمعظم لعمرو دياب، المعظم يعني، لأن هو كان الله يرحمه عمرو دياب ده عنده كل حاجة يعني، ممكن يشتغل مع حد تاني بس الحد تاني ده ثانوي يعني، مش الأساسي عنده عمرو. وده باين في طعم كلامه يعني، الكلام اللي عندي يعني وملحنه في حاجات كتير جدا طبعا يعني، ما اقدرش اقول حاجة منهم، يا اما تتسرق يا حرقها، يا في اغاني كتير معظمها لعمرو دياب. الروح اللي كانت موجوده ما بين حضرتك وبين الشاعر الكبير مجدي النجار، يعني هل ده موجود دلوقتي ما بين الفنانين، والصداقه القويه دي والعشره اللي الناس كلها بتحترمها دي، هل موجوده دلوقتي ما بين الناس وبعضها، وشايف الحاجات دي لسه موجوده ولا خلاص؟ اكيد اكيد في برضه يعني اكيد، بس بالشكل اللي انا مش عارف يعني، بالشكل اللي كان موجود بيني وبين مجدي يعني. مجدي ما كانش بيتعامل مع ملحن تاني في الفترة اللي كنت انا معاه فيها دي الاخيرة، وهو مش عايز يعني، هو ما اقول له طب ليه، يقول لي انا مرتاح كده، هو مركز معايا يقول لي بعوض السنين اللي ما اشتغلناش فيها يعني، كنا اصحاب جدا وكان بيجيني الاكاديمية من زمان يعني، من اول ما تعينت برضو معيد هناك كان بيجيني، وكان ظابط لسه ملازم اول وحاجات كده يعني. حبيبي ما اشتغلناش مع بعض، ما ركزناش في الفن مع بعض، يمكن هو كان اياميها مركز مع سامي الحفناوي وفاروق الشرنوبي وحاجات كده، كلهم اساتذة كبار يعني. وانا كنت شوية واخدني رضا امين الحقيقه يعني، وكنت الله يرحمهم الاثنين يعني، وكنت بحب بساطه رضا، هو اللي كاتب وانا وياه بعيش زي الملولات واحلى ما انا معيش ما لعنش الازمات. على فكره الكلام بتاع الغنوه دي ينطبق على شخصيه رضا امين نفسه، هو كده طبيعته كده، وعمر طبعا عارف رضا كويس. شوقنا دي اتكتبت في الاستوديو من ضمن الذكريات، اصلا ما بفتكرش الذكريات اللي لما بتيجي بالظبط، هو ده اللي احنا عايزين نسمعه من حضرتك. عمرو بعت جاب رضا امين، كان قاعد بيعمل شغل مدحت صالح في ايكو ساوند، بعت السواق بالعربيه جابه وقعدوا في ام ساوند بره يعني يكتب على اللحن يعني يكتب. فرضا كل شوية يقول ده طوب يعني، ما تاخدوش بكلامي يعني ده طوب. عمرو احنا كنا برا قاعدين في الصالة، وعمرو بيخش الاستوديو جوه بيشتغل في المزيكا مع حميد، وبعدين يطلع يشوف ايه اللي كتبه رضا امين، فيبص في الورقة فشوقنا اكتر، شوقنا اكتر، مشتاقنا ويكتب افكر بحر شو معالي، الكلام حلو. ورضا يقول له لا ده طوب، يقول له طب ماشي، وياخد الورقه او يحفظه ويخش يغنيها ويطلع يشوف كتب ايه كوبليهات. كل ده كان رضا بيكتبه على اساس انه طوب، وعلى اساس ان عمرو ما غناش لسه. تمام. رضا خلص الكلام كان متسجل، عمرو بيطلع ياخد الورقه يلاقيها تمام، هو بقى يقول طوب مش طوب، يقول لسه هبني، يقول مش عارف ايه، ما الكلام حلو، كاتب كلام حلو. فعمرو يروح واخد الورقه وداخل مغني وطالع شايف الكوبليه التاني ياخده ويغني وخلاص وخلصت. عامل ايه عامل ايه الشاعر رضا امين بعديها لما عرف ان الاغنيه اشتغلت؟ يعني فوجئ كده ان الاغنيه اتغنت؟ فوجئ طبعا، قال يا جماعه انا لا لا ايه ده انا لسه ما كتبتش، قال له يا عم الاغنيه خلصت. عمرو
قال له الاغنيه خلصت. وهو قال لي عمرو قال لي كاتب كلام حلو قوي ويقول لك طوب طوب ايه؟ امال يكتب ايه؟ زي شمس الجريئه ما كانت كده. قال لي ده طوب وفي حاجه اسمها شمس الجريئه؟ يعني ايه شمس الجريئه؟ واغاني طبعا محقق نجاح غير عادي لغايه دلوقتي الناس عارفه الاغاني دي. طبعا الحمد لله. يعني اغنيه شوقنا دي الفنان عمرو دياب في اي حفله دي اساسي اغنيه اساسيه الحمد لله. وتشوف حضرتك رد فعل الجمهور مع اول ما الاغنيه بس يعني الفنان عمرو دياب بس يقول شوقنا اكتر لا مش ممكن مش قادر اروح حضرتك شكل الجمهور بيعمل ازاي. الحمد لله وبسمعها كتير في الاذاعه يعني في ناس بيطلبوها كتير شوقنا. رؤيه الجمهور لايف لما حضرتك تشوفه وحضرتك بالاغنيه الفنان عمرو دياب بيغنيها على الستيج حاجه تانية. بيقول لي يا مش قادر اوصف لحضرتك الجمهور بيعمل ازاي. بيقول لي بتطلب حتى أيوة لو, طبعًا. لو انا يعني ما قلتهاش بتطلب طبعا. لا الاغنيه ناجحه نجاحها غير عادي يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. نطلع نسمع سبت فراغ كبير للملحن الكبير خليل مصطفى والشاعر الله يرحمه. الله يرحمه لان اخر يعني اخر حاجه نزلت له سبت فراغ كبير وتوفى. فهي فعلا يعني حالة على منطبق على الحالة ما حدث يعني الله يرحمه. خلينا نطلع نسمعها ونرجع لكم تاني. خليكم معنا. ما تلومش حد على اللي قاله وهو كلمتين بيهونوا الجرح اللي فينا وكل واحد بعدها بيروح لحاله مش كل حاجة نعوزها نلقاها في ايدينا كلنا بنقولها ننسى نفترق وتعدي فترة واحنا لسه ما نسيناش كلنا بنقولها ننسى والفراق ما يهمناش نفترق وتعدي فترة واحنا لسه ما نسيناش كل واحد قال له كلمة قال يا ريتني ما قلتهاش الدنيا مين يعرف نهاية اختياره في حاجات كتيرة تبقى غايبة عن عينينا بنشوفها لما الحب بينا بتضمره ولما كل حاجة حلوة تكون علينا واحنا لسه ما نسيناش كلنا بنقولها ننسى والفراق ما يهمناش نفترق وتعدي فترة واحنا لسه ما نسيناش كل واحد قال له كلمة قال يا ريتني ما
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع الملحن الكبير خليل مصطفى. استاذ خليل عايزين نروح لشفت الايام ونجاح وما شاء الله اغنيتين مكسرين الدنيا لحضرتك في الالبوم الحمد لله. مش جديد وهليل وعدة. الاثنين يعني لا طعمهم حلو معرفش يعني بلغه الموسيقى تتقال ازاي ولكن فعلا الاغنيتين حلوين جدا 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 يعني. الناس بيقولوا لي كلمه انا بتفرحني اغنيتين منورين بالظبط يعني. بس انا يعني شايف ان في اغاني تانية للشباب الجميل اللي اشترك في الالبوم ده عاملين شغل جميل جدا وعمرو عارف يخرج منهم حاجات جميله جدا يعني زي سيان احمد حسين ولا شادي ولا اسلام ولا يعني تامر علي تامر وكمان تامر حسين لازم يعني يجي سيرته لانه يعني كاتب وكتب تمن اغاني تمن اغاني في ربنا يا رب يدم عليه يعني ويبعده عن الحسد يعني يبعد عنه الحسد لاني انا ياما بسمع وهي يعني ما فيش غير هو كده هو ربنا كاتب كده انت مدامني ايه ايه اللي مزعلك ايه اللي مزعلك انت كاتب كويس وشاطر ومجتهد جدا وبيقدم جداً كلمات كلها حلوه جدا جدا بصراحة. ولعلمك يعني كان مجد النجار بيقول عنه ده خليفتي هو تامر نفسه بيقول يعني بالنسبه له شعر كبير مجدي النجار بالنسبه له حاجه يعني لا بيحبه جدا 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 ومجدي كان بيحبه جدا الله يرحمه وانا بحب كلام تامر وان شاء الله تسمع يعني باذن الله في يعني حاجات جديده ان شاء الله مع تامر ان شاء الله. استاذ خليل كنت متوقع النجاح الكبير اللي حققه الالبوم في الفتره الصغيره دي اللي يعني احنا تقريبا اسبوعين والله مع عمرو دياب ممكن تتوقع ده ممكن تتوقعه يعني ما لازم ندي لكل حد حقه أنا مش قاعد لا بنافق عمرو ولا بنافق حد أنا بقول الحقيقة يعني هو مغني مش جديد عليك جمالك أنا عايز حد يقول جمالك اللي قالها عمرو دياب وهو بيغني بالشكل اللي قالها بيه عمرو دياب بس صعب صح بس يعني قايلها ايه الجمال ده ايه جمالك انت يا عمرو يعني مش جمال مش جديد عليك جمالك مع انها جمله بسيطه جدا يعني ما بس قايل مغني هو عموما في الالبوم ككل غنى عالي جدا بس انا فوجئت بكلمه جمالك اللي قايلها في هتبعت له مسج على اول ما سمعت الاغنيه الله قلت الله فممكن تتوقع وانت بتشتغل مع عمرو نجاح كون انه يبقى بالكم ده وانا على فكره في ناس من دول عربيه يعني من الكويت والاردن وكده كلمونا على الالبوم وعلى الاغاني يعني عشان عارفيني فبيكلموني عن اغنيه يعني طايرين يعني السنه اللي فاتت كانوا طايرين بسبت فراغ وكده السنه دي اهو ليل وعدى يمكن واخد طبعا شويه كده يعني مع الناس فكل بيكلمني لكن انا عاجبني الالبوم كله والنجاح يا رب ان شاء الله دايما في نجاح بإذن الله يعني لأن بعتبر إن عمرو عامل فرقة بص هو لازم يحصل ده لسبب واحد لازم يحصل النجاح ده أنا مش متوقعه ماشي بس ممكن أتوقعه بسبب الحب يعني كل الشباب اللي أنا شفتهم لحنوا وتامر حسين تحس إنها مظاهرة حب في عمرو دياب وهو كمان بيحبه أكيد وإلا ما كانش تعامل معهم طبعا يعني أصل عمرو مستحيل تعامل مع حد ومقلق منه ولا مش داخله مستحيل أنا عارفه يعني إحنا بنشتغل مع بعض هو لو حصل إن هو قلق يعني أنا عملت حاجة زعلته ولا ما يشتغلش
ما يشتغلش. بس ده واضح جدا في الالبوم يعني، واضح قوي في الروح اللي موجوده اللي احنا شايفينها ما بين كل فريق عمل الالبوم. بجد احنا يعني عملنا لقاءات كتير في الفتره اللي فاتت يعني، الموزع عبد الحقي وتامر واحمد حسين واسلام، وقعدنا اتكلمنا. فعلا كان واضح جدا ان الروح اللي تربطكم دي انا في رايي كان ليها دور كبير جدا ان الالبوم يوصل بالنجاح اللي احنا شايفينه ده. اذا كان انا وصلني حبهم ليه يعني، انا مش من جيلهم ولا حاجه، بس حسيت ان انا منهم، حسيت ان انا قدهم لما قعدت معاهم من كتر ما هم قلوب جميله. وبعدين سالت في لقاء كان على روتانا يعني ايه الفرق بين الجيلكو والجيل الموجود دلوقتي، تمام. فكنت مضطر ان انا اقول الحقيقه ان 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 الجيل ده بيحب، الجيل ده احلى، الجيل ده انضف. فالمذيع حتى قال لي، قلت له لاني كان في زمان في ناس منافسين وفي ناس، فكان دي الحقيقه، دي الحقيقه. يعني هم لازم ياخدوا حقهم، هم ناس قلوب زي الفل، و لو اتنين بيحبوا بعض يعملوا المستحيل، ما بالك من فرقه الحب بيجمعهم من خلال عمرو دياب لازم ينجح. يعني يعني بيتهيألي ان ربنا سبحانه وتعالى مع مع الناس اللي بتحب يعني، مش مع الناس اللي بيسموها بتشتغل. هما بيشتغلوش، هما برضو بيحبوا عمرو دياب فعايزين احسن صوره، احلى حاجه تطلع منهم يقدموها لعمرو دياب. هما قادمين حاجات جميله جدا وهما هايلين صراحة يعني. التعاون ده واحمد الناصر كمان، احمد الناصر طبعا. التعاون اللي موجود ما بين حضرتك وما بينهم، وفعلا زي ما حضرتك بتقول دلوقتي يعني الالبوم فيه كده ميكس ما بين الجيل الخبره وجيل الشباب. انا شايف يعني ان برضو ده افاد الالبوم بشكل غير عادي، وناس كتير بتقول نفس الكلام ان لا وجود حضرتك ووجود مجدي النجار واسامه الهندي وعبد الحقي، الالبوم في تنوع غير عادي. طب انا اقول لك، الاغاني كلها متنوعه. اقول لك على حاجه بقى، اتفضل. انا ماليش دعوه بخليل مصطفى اللي ممكن شعره بيض، تمام. يعني بمعنى ان الفنان اللي في الفن يعني اي انسان فنان بيبقى اتنين مش واحد. واحد ما بيكبرش اللي هو جوه الفنان ده، ما بيكبرش، بيقعد يطلع زي عبد الوهاب عنده 100 سنه وبيقول من غير ليه الاخر يعني فنان. ده حد لسه صغير اللي جواه، اللي جواه ما بيكبرش، اللي جوايا ما بيكبرش، اللي هو خليل مصطفى الملحن. اما خليل مصطفى الانسان اللي هو ممكن يكبر ويكرمش وشعره بيض وحاجات كده، انا ماليش دعوه بيه، دي قضيه لا بد ان تحدث طبعا. اما ال ال ال, ال الفنان اللي في كل واحد فينا، فانا ادهم كفنان. انا ماليش دعوه بقى خبره ومش خبره بقى، انا حكايه الخبره دي انا مش مقتنع بيها، مش مؤمن بقضيه الخبره. يعني ايه خبره؟ بالظبط. يعني ايه خبره في فن؟ خبره في كره قدم ماشي. ماشي اوكي، يعني يعرف امتى يقع ويجيب بنالتي ويعرف يعمل مش عارف ايه في ايه. لو اتقصدت الحكايه دي في الفن هيطلع فن وحش جدا. الفنان له عمر ما بيكبرش خالص. يعني انا ما زلت خليل مصطفى اللي عنده مثلا اللي هو سن عن 30 سنه. ما بيكبرش بقى عن كده ولا 27 سنه، ايا يعني كان بقى العمر بتاع الفنان اللي جوه ده، ما بيكبرش، هو لسه عيل، هو فنان بيبدع وبيطلع كل شويه جديد، وعايل ونفسه مش عارف يعمل ايه ونفسه يروح فين الفنان. لكن كون ان بقى التغيرات الطبيعيه انها تحصل للانسان انه يكبر في الشكل، في يبيض شعره مش عارف، ده مش هو ده اللي بيطلع الفن. يعني مش تحليل منطقي جدا من حضرتك، دي الحقيقه. ده اللي انا حاسه، انا معرفش يعني، ما ينفعش ابدا اطلع اللي احنا عجوز عشان انا عجزت ازاي، لان اللي بيلحن
اللي جوايا ده ما بيكبرش، ولو سبته هيوديني في داهية. دي الحقيقة، لو سبته هيوديني في داهية بجد، لأنه عايز يروح يحب وعايز يعرف كل يوم واحدة وعايز. أيوة، ما هو الفنان مجنون ملوش علاقة بالقيم والبتاع ومش عارف، بس هو راقي جدا. هو مش 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 قليل الأدب يعني، لكن هو عايز يحس بالحياة. هو مش عايز يفقد إحساسه بالحياة اللي هو منطبع على الشكل، إن ممكن واحد يكبر وشعره يبيض أو يصلع أو يقول آيا رجلي وآيا إيدي. هو ملوش دعوة بالقضية دي، هو لا رجله بتوجعه ولا إيده بتوجعه ولا حاجة بتوجعه. الفنان اللي هو اتنين ده، في واحد فيهم ما بيحصلوش حاجة، حاجة بالظبط، وكأنه جاي من الجنة، لأن الناس في الجنة ما بتكبرش وفي سن معين. صح، الفنان اللي في كل واحد فنان بجد، أنا بتكلم على الفنان اللي بجد، إذا اعتبرت نفسي منهم يعني. طبعا أكيد حركة، ربنا يخليك. طبعا ما بيكبرش وكأنه جاي من الجنة، وإن شاء الله يرجع للجنة إن شاء الله. طبعا بإذن الله. إن شاء الله. عايزين نكمل محرك اكتر، عن نتكلم على الاغاني ونتكلم عن مش جديد ونتكلم عن الاهلي اللي عدى، ولكن نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني عشان نخش في الاغاني اكتر. احنا لسه مكملين مع الملحن الكبير خليل مصطفى، لكن نروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معنا. تعال نعيش حبيبي يومين، نجدد تاني احساسنا بحب. كأننا لسه متقابلين، وسيب الوقت يسرقنا لدنيا بعيد.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين معاكم برنامجكم وحكايتك ايه مع محمد مختار على دياب اف ام. استاذ خليل، مش جديد. مش جديد عليك جمالك. تقول لنا عليها ايه؟ بما انها طلعت من الفنان اللي هو اتفقنا عليه ده، تمام. فهو انا بحبها جدا. بالذات بعد ما عمرو غناها بصراحه، يعني انا حتى كان ليا راي وقلته للمجد الله يرحمه، قلت له نفسي يبقى ليا مساحه في الاختيار مع عمرو، يعني مش دايما انت تروح مسمعه وخلاص هو اعجب. انا ما كان لازم اعمل له فيها كوبليه. فلما سمعها له جه قال لي، تصور عمرو سالني قال لي طب ليه خليل مش عامل كوبليه؟ قلت له انا عملت كوبليه. قال لي خلاص ده هو سجل، ده هو عمل شكل ليها، فما تبوظليش الدنيا وما تقوليش كوبليه. لكن انا كنت عامل كوبليه، انا عملت يعني انا قلت له ما ينفعش جديد عليك جمالك، الجمال ده جديد عليا، شفت روح مع اعتذار العمر دي بقى. شفت روحي محتاجالك، قلت يا ريت تبقى ليا، شفت اجمل صورة كاملة مش بقولها لك مجاملة، رأيي فيك انا قلته في جملة، بس يا ريت تبقى ليا، مش جديد عليك ده كوبليه كنت عامله بس معهوش عمرو. بسبب ايه بقى؟ ودي كانت حكاية، يعني كانت بتعمل تنشن شوية بيني وبين مجد الله يرحمه. اقوله لازم نتعامل بحرية، يعني انا الفنان اللي جواه ده حر عايز يطلع، عايز يطلع، فانا لازم اسمع لعمرو الشكل الكوبليه اللي طلع. فقال لي يا عم ما تبوظليش الدنيا والغنوه. ما جيت سمعتها انا مش حاسس دلوقتي يعني انها مش مهم كوبليه، لاني طالعه منوره ويمكن هي الرنه بتاعتي والله العظيم. يعني مش اقول له عدى الرنه بتاعتي، لا لقيت كتير ناس عاملين الرنه بتاعتهم اقول له عدى. فانا رحت عامل مش جديد عليك جمالك. اول ما بسمعها بحس ببهجه طبعا بسبب صوت عمرو. طبعا كلماتها كمان حلوه قوي الاغنيه، قوي قوي. مش جديد عليك جمالك، الجمال ده جديد عليا، يعني خلاص قال كل الحكايه في الكلمتين دول بالظبط. وشفت اجمل صوره كامله مش بقولها لك مجامله، رأيي فيك انا قلت في جملة، بس يا ريت تبقى ليا. يعني الاختيار في الكلام، رأيي فيك انا قلت في جملة، يعني مش جديد عليك جمالك، مش جديد عليك جمالك، يعني هي كلمة جميلة. الله يرحمك يا مجدي نجار. لا اغنية جميلة. الحمد لله. الحمد لله. اغنية ما شاء الله، يعني زي ما حضرتك بتقول دلوقتي، لا نجاح غير عادي برضه. ولحنها، لحنها المقسوم ده كمان حلو جدا 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 يعني. وحضرتك بتقول حضرتك بتحبه اكتر. انا بحبه اكتر. ازاي يعني؟ اللحن المقسوم، حضرتك بتحب تلحن مقسوم اكتر؟ ولا في صعوبة او يعني هو طبعا مختلف شوية عن لو حضرتك عايز تقدم لحن يعني ليه شكل تاني؟ انا دايما ببقى شايف ان المقاسيم هي الحكايه، المعادله الصعبه. يعني السهل الممتنع، ما كانتش تبقى جمله تتحفظ على المقسوم ده بتاعنا الجميل ده طبعا. يعني يا ابيض يا اسود، يعني هتطلع حلوه تطلع وحش يعني. لكن الدراما، لكن الدراما ممكن تعمل شكل وحاجات كده. اظن ده راي عمرو برضو في الاختيارات، لما بيجي يختار هتلاقي عامل مقاسيم. يعني الدراما سهله، شغلها سهل. الدراما شغلها سهل لو بالعقل. لكن هي لو من القلب، يعني لما تطلع لوحدها كده، من ما انا بقول لك ان اللي بيبعت لنا ربنا صح. مفيش حد والنبي لو عملت ايه انا عشان بقول لك انا هعمل لك جمله دلوقتي ابقى كذاب. ولو عملت جمله اعرف انها مصنوعه، وما دام مصنوعه يبقى وحشه. على طول يعني لازم تبقى نورمال. فعمرو دياب بيحب ينقي النورمال،
يعني معظم شغله في معظم ألبوماته يعني مش بس الألبوم ده هتلاقيه أغنية كده فيها طبيعية طبيعة كأن الطبيعة خلقتها مش ملحن عملها ولا قريبة من الناس. ما قريبة من الناس يعني ايه؟ يعني بسيطة الناس حباها بالظبط. بسيطة دي على فكرة بسيطة دي ما تتقصدش وسبت فراغ كبير دي انا كنت متخيل قبل ما اسمعها بعد يعني قبل ما ينزل الالبوم اقول عمرو يغنيها ازاي يعني الحزن اللي فيها ده يعني مش عارف هيقولها ازاي فجيت سمعتها اجمل ما فيها ان ما فيهاش افتعال منه وهو بيغني بس تصدقها جدا طبعا الاحساس زي ما حضرتك قلت لو الموضوع مش طالع بالاحساس يبقى خلاص لا طبعا مفيش اغنيه مش هتنجح بالظبط خليكم معانا نطلع نسمع اغنيه مش جديد ونرجع تاني خليكم معانا مش جديد عليك جمالك الجمال ده جديد عليا شفت روحي محتاجه لك قلت يا ريت تبغاني مش جديد عليك جمالك الجمال ده جديد عليا شفت روحي محتاجه لك قلت يا ريت تبغاني ورجعنا لكم تاني مع الملحن خليل مصطفى. استاذ خليل
عملنا اتكلمنا على مش جديد، عايزين نتكلم على الاغنيه الثانيه زي ما حضرتك كنت تقول برضو حضرتك نفسك بتسمعها كتير. هوليل وعد انا بسمعها في الراديو كتير وبسمعها على مع الناس كمان مع الناس يعني كرنات ومش عارف. بتحس بيها يا استاذ خليل لما بتسمع الاغنيه كده بتاعتك اللي انت عاملها ومحقق نجاح كده كبير او انت ماشي يعني؟ بحس برضا ربنا. بحس باني فرحان. ما هو اللي اتكلمت عنه ده اللي مش احنا اتفقنا ان طبعا الفنان واثنين شخصين ايوه اللي جوه ده بيفرح جدا بقى وبتاع ويقول ان انا عملت حاجه يعني الحمد لله يعني فاولي الوعد زي ما قلت لك جمله طلعت مني وحرك ماشي من عند استاذ مجدي وهو قال لي حتى مجدي قال لي ايه الجمله الصعيدي دي جايه من جوه الصعيد وقعد كتبها في لحظة أهو ليل وعدى وراح بس هي أغنية غريبة شوية هي الأغنية بتقول أهو ليل وعدى وراح يعني خلاص كانت أزمة وعدت أيوة بالظبط وفي نفس الوقت اللحن لا لحن مبهج جدا يعني ماجير أصله يعني مقام العجم ده انا طبعا ما قصدتش وما عرفتش انه ماجير اللي بعد ما خلصت وانا بسمع المجدي يعني بعد ما سمعتها المجدي كل حاجه فبشوف يا مام ايه انا لان ما طلعتهاش على العود انا عموما ما بلحنش على العود ما بحبش اقصد الحن على العود ولو مسكت عود حاولت الحن ما بيطلعش حاجه يعني هو لازم يجيني الجمله الاول وبعدين من غير اله من غير اله تمام وبعدين اترجمها على العود لازم تحصل كده فمجدي كان الله يرحمه كان دايما يقول لي انت بجيبش العود ليه معاك كنت اخد العود بقى بعد ما بتطلع جمل وبعدين اترجمها عليه يعني لكن اني اقصد ان الحن على العود مش عارف ليه ما بحبش الحكاية دي يعني بحس اني هيطلع كذب مش هيطلع حقيقة يعني أهو ليل وعد ده مقام العجم ده أو المجير ده مقام عالمي المقام الكبير يعني ده اللي بيتغنى منه في أوروبا إزاي بقى طلعت البالانس اللي حصل ده يعني مش محسوبة طبعا إنه يبقى المجير اللي هو بيتعمل في العالم ده كله بيغنوا مجير البيانو مجير البيانو الصابع البيضة كلها ده المجير فوش صابع سودة ان يطلع من خلاله احساس عامل كده في لمسة شجن في لمسة شجن برغم طبعا. انها مهيسة وكل حاجة بالضبط. بس فيها لمسة شجن هي دي القصة اللي انا معرفهاش يعني انا مستحيل اعرف جت ازاي يعني ما مستحيل ولا الكوبلي قصدي يعني انا عارف اللي بيبقى نايم ويحلم بحاجه هو انا بنام فبحلم بلحن وعلى فكره حصلت دي في حياتي مره حقيقيه في اغنيه كانت لمدحت صالح اسمها شبكوا ايديكوا في ايدينا دي انا حلمت باللحن بتاعها وانا نايم وصحيت من النوم بعد يعني صحيت على طول بعد ما حلمت الحلم ده سجلتها على الريكوردر وكملت نوم مش انا اللي لحنتها وبتهيألي ان انا مش ملحن كتير من اعمالي يعني من الحاني يعني هي بتيجي بس لازم ننظف زي ما قلنا الدش يعني ننظفه عشان يستقبل كويس بس يعني حضرتك لما بيجي لك لحن يعني بتسجله على الموبايل مثلا ولا بتعمل ايه يعني اول ما حضرتك تيجي لك الجمله اللحنيه حضرتك بتعمل فيها بتسجله ازاي عشان تفضل على طول ولا بيفضل اللحن مستمر مع حضرتك لغايه ما تيجي تطلعه العود مش في كل الاحوال لكن غالبا بسجل يا اما على الموبايل على التليفون او انا عندي كده ريكوردر صغير كده بشريط زي بتاع زمان يعني عادي بسجل عليه يعني بلحق يعني كأنها لحظة مش أنا مبقاش موجود فيها والله ده حقيقي
والله العظيم ده حقيقي. انا لا يعني انا ما بتكلمش عن نفسي، انا بتكلم عن الواد التاني اللي جوايا اللي هو بيطلع الحاجات الجميله اللي احنا بنسمعها دي. لكن انا ما بتكلمش عن نفسي، انا بتكلم على ربنا بعتهولي ده. ده ببقى في لحظه كاني مش موجود على الارض، يعني لحظه ما بوصل لجمله مثلا بلاقي نفسي متاخد وبعمل حاجات، يعني ممكن اولع 3 4 سجاير وانا مش عارف ان مولع 3 4 سجاير في لحظتها. انا مش واخد بالي، انا مبقاش موجود، انا ببقى الجمله هي اللي مسيطره على هي اللي مسيطره عليا ومش شايف اي حد، ولو حد جه يكلمني في اي حاجه ما مش عارف ارد عليه في اي حاجه، نسيان بقى مراتي ولا ابني ولا اي حد، انا مش عارف، لازم اسجلها الاول. فاول ما بسجلها يعني برتاح. وساعات بسجل حاجه واجي اسمعها ما الاقيش العقل بيخش هنا، العقل ما بيخشش ساعه التلحين خالص، العقل بيخش ساعه السمع. شوف بقى حضرتك اللي طلعته ده شكله ايه، يعني شكله ايه، يعني يعني ده ممكن يطلع منه حاجه. ففي اوقات ببقى موهوم وضحك عليا الواد اللي جوايا وقال لي ده اسمع دي جمله حلوه، انت جمله حلوه، ولاقيها مش حلو. ف يعني بتحصل. ده حصل مع اهو ليل وعدى لما حضرتك يعني اللحن الجمله جت وحضرتك ماشي فسجلتها بسرعه كده، ولا سمعتها للشاعر الكبير مجدي نجار وخلاص، ولا فضلت ترن، ولا ايه؟ لا بصراحه فضلت ترن، وحتى كان في ناس قاعدين قعدوا يغنوا الجمله، وانا رجعت طبعا، انا كنت عايز امشي زي ما كنت بقول لك، كنت عايز امشي. أيوة تمام. لا رجعت الجمله دي رجعتني، قعدتني في وسطهم تاني وقعدنا نغني اهو ليل وعدنا، وقعدنا نغنيها يعني بالكوبليه بكله، قعدنا نغنيها في خدتنا يعني لا دي حاله خدتني حالة فعلا، حاله خاصه فعلا، وحسيت انها يعني معبره عن احساسي، يعني مش عارف ايه هو، لكن هي معبره عني وخلاص. ومش قصدي انه كان يسمعها العمر ولا حاجه، ده هو راح مسك التليفون سمعها العمر قال له خلصت وسابها، وبعدين افتكرها في يعني الغنوه دي عمرو سمعها من الالبوم اللي فات. بس اجمل ما في عمرو انه بيعرف امتى ينزل ايه، بس التوقيت، اختيار التوقيت، التوقيت ده مهم جدا. مهم جدا، يعني ما اجيش في عيد واقول لك سبت فراغ كبير، لكن اجي لما شهدائنا الابرار طبعا ربنا يدخلهم فسيح جنات ويا رب يا رب ان شاء الله، واسمع سبت فراغ كبير، اوكي مقبولة كاستنج. فهو كمان عارف امتى ينزل ايه، ده مهم جدا. انا بحب جدا الاغنية دي، واحنا اكيد كمان بنحبها جدا، عشان كده نطلع نسمعها ونرجع تاني ان شاء الله. يلا بينا. اهو ليل وعدى، ليل وعدى، ليل وعدى وراح، اهو ليل وعدى، ليل وعدى، ما عادش تاني جراح. مالكيش في الكون
لسه مكملين معاك ولسه معانا ومنورنا النهارده في استوديو دياب اف ام الملحن الكبير خليل مصطفى. استاذ خليل، طبعا الالبوم زي ما احنا قلنا نجح، وغير النجاح اللي احنا بنتكلم عليه هنا يعني في مصر، الالبوم وصل يعني لاول مره في الشرق الاوسط المرتبه الاولى بفئه موسيقى العالم. ده دي حاجه بقت موجوده دلوقتي على قائم اسمها البيلبورد، حاجه قائم شهيره. الالبوم عشان يوصل لحاجه زي كده واضح ان يعني نتيجه التنوع ونتيجه التعب الكتير اللي انتوا بذلتوه وحاجات كتير قوي يعني حصلت عشان تقدروا توصلوا لحاجه زي كده. الالبوم شايف التنوع اللي جواه ده، ايه رايك فيه؟ شايف الالحان مختلفه، شايف ناس كتير موجوده، كلمات يعني التنوع رايك فيه ايه؟ ده هو الالبوم. يعني عشان الألبوم الذي يتناسب مع نجم كبير زي عمرو دياب. يعني أتمنى، أنا فرحان جدا بالتنوع ده، وأنا سمعت الألبوم كله، مش سمعت أغنية لوحدي يعني. أنا سمعت الألبوم كله، في حاجات جميلة جدا يعني، معظم الألبوم حلو يعني، مش وحلو دي على فكرة يعني. بص، الأغنية يا حلوة يا وحشة، مفيش حاجة اسمها معدية. يعني اما حد يجي يقول لك على اغنيه بس هي معديه، معديه ايه يعني؟ معديه ازاي يعني؟ ملهاش معنى الكلمه دي. الاغنيه يا بتهزك، يا جت فيك، يا ما جتش فيك. فالالبوم ما شاء الله، الله اكبر، كل الاغاني جايه. حضرتك قلت ان الملحنين كلهم الشباب اللي كانوا موجودين عجبوا حضرتك جدا وشغلهم كان جميل جدا. انا بحبهم جدا. طب سؤال برضو، هل ممكن حضرتك تنصحهم لا لو عملت الحته دي هتبقى احسن، لا بص لو غيرت شويه تبقى ممكن ده يحصل؟ بص، هي دي بقى الحاجه الوحيده اللي بنسميه يعني اللي ممكن يطلق عليها كلمه خبره. يعني ما ينفعش يتقال لهم، تمام، ينفع يتسابوا، لان هم بيعملوا حاجة وهما ماشيين في الطريق هيبتدوا يفكروا، طب انا بعمل الشكل ده، الشكل ده قريب قوي من الحاجات بتاعت عمرو مثلا، طب ما اعمل شكل، انا عندي شكل تاني ممكن اقدمه، يبقى في جرأة في لو زادت نسبة الجرأة في تقديم الاشياء لعمر، على فكره دي فايده لعمر وفايده ليا وفايده لينا كلنا وفايده لمصر، عشان كل شويه نسمع حاجه جديده. بالظبط، هيزيد الابداع. لكن انا عاجبني جدا كل الشغل يعني، واضح ما انا قلت لك الحب يعني، هم شباب جميل كلهم بلا استثناء، ما حسيتش بحد فيهم في لمسة نفسنا زي اللي كنت بشوفها زمان مثلا من الناس أو حاجة. بيحبوا بعض، ودي حاجة حلوة جدا يعني، بتطلع يعني ممكن
تلاقي احمد حسين بيقول لاحمد الناصر يا طب لو عملنا دي كذا تبقى كذا مثلا، ممكن فيهم الروح دي، وده حلو وده يطلع فن راقي وجميل. اصل ممكن يبقى راقي ويعني معنى الرقي ان بتفرج على باليه، في ناس ما بحبوش الباليه، في ناس ما بتحبش الاوبرا، في ناس ما بتحبش الاوبرا يعني. وانا برغم ان انا درست الهوسه دي كلها والموتسرت وبيتهوفن كلهم طبعا عباقره دول طبعا في موسيقى عالميه طبعا، لكن ما ينفعش اسمعهم كتير، ما فيهاش حاجه يعني لو قلت كده ده عادي. وفي حاجات سمعتها الاغاني الهندل وهايدن، اغاني مش عارف ايه اللي بيغزل الواحده بتغزل فبتغني حاجات كده، لما جيت سمعت ما فيش جمله يعني. يعني انا تأليه الحاجات ما بحبوش، لان الحقيقه اني ما باجي اسمع بسمع بودن عادله، مش خايف من حد. فمن باجي اسمع سمعت لهم الاغاني دي كانت مقرره علينا يعني في الكليه، فقلت لاحمد الحجار قلت له ايه دي جمله وحشه، جمله وحشه عاملها بقى هندل، ما عملهاش هندل، وعشان اسمه هندل يبقى خلاص لازم كل حاجه، مش لازم بالظبط. يعني بالنسبه للشباب قصدي يعني الجميل ده اللي انا قابلته وانا يعني مشرفني ان عرفتهم وبحبهم جدا، هيبقى لهم مستقبل جميل وهما مش محتاجين اي نصيحة. كل الموضوع ان هما ماشيين هيفكروا بينهم بين نفسهم عايزين يعملوا حاجات جديدة يعملوا، لكن كنصيحة اما انا قلت لك انا قدهم لان اللي جوايا قدهم بالظبط. فانا ماليش دعوة يعني انا ما اكتسبتش اي خبرات من اللي انا عملته طول عمري على فكرة. انا ما يعني مش عشان لحنت كتير فاحس ان انا مثلا يعني بسبب اللي انا عملته ده من اعمال كتير فانا اكتسبت ايه، هو اللي اكتسبته انا مش عارف الاقيه. انا كل ما باجي الحن بحس ان انا بلحن لاول مرة وخايف لاول مرة، مش عارف ايه اللي اكتسبته. انا ما اكتسبتش حاجة الحقيقة والله العظيم. عشان حضرتك قلت برضو ان التلحين بالنسبة لحضرتك حاجة مختلفة خالص، بتبقى في منطقة تانية خالص. انا هاوي، انا مش محترف، انا هاوي مش تواضعا، دي الحقيقة. انا هاوي مهما حاولت اعمل من نفسي يعني ود مش عارف ايه ما بعرفش، انا هاوي. لما بتيجي جملة ببقى فرحان بيها زي العيل الصغير وخلاص، مفيش مش عارف انا لا اكتسب ولا ما اكتسبش ولا انا الموسيقار ولا ما بحبش كلمة موسيقار وحاجة كده يعني. يعني انا حكاية بسيطة مش معقدة يعني، موضوع سهل يعني، موضوع سهل جدا وبيعدي والناس كلها. عشان كده زي ما حضرتك قلت الجمال في البساطة والسهولة، والناس بتحب العمل البسيط يعني، طول ما هو سهل وبسيط الناس بتحبه وبتقرب ليه، وموضوع ان عندها بيبقى مختلف خالص. والاغاني كلها بتعلق مع الناس وبيفضلوا على طول بيقولوها ويغنوها. زي ما حضرتك قلت حتى الفنان عمرو دياب بيختار الجمل السهلة اللي توصل للناس بسهولة، هي دي ميزته. هي يعني في حاجات على فكرة إذا كان يقصدها بعقله فهو عبقري، ما كانش يقصدها فربنا مديها له، والاثنين واحد، ربنا مديله الاثنين ما شاء الله عليه يعني، يعرف يختار امتى وفين وازاي يحصل ايه، ودي مش موجودة مرطرطة يعني. في أصوات عبقرية زي ما اتفقنا، ونتمنى انهم يقدموا حاجات
جميلة، لأن يعني المنافسة برضو حلوة، لكن هو ربنا بقى بيختار مين بيديله إيه. أستاذ خليل، حلقتنا خلصت مع حضرتك، بشكرك جدا على وجودك معنا النهارده في دياب اف ام، بجد نورتنا وشرفتنا، وببارك لك المره الثانيه على نجاح الالبوم الغير عادي ده، وان شاء الله اكيد هنستنى من حضرتك حاجات كتير والحان تانية كتير تنجح اكتر من اللي فات كمان. ان شاء الله، ان شاء الله يا رب يبعت. وانا بشكركم جدا، وكل سنه وانتم طيبين، لاني انا فاكر ان جيت برضو السنه اللي فاتت مظبوط بعد سبت فراغ بشكركم جدا، وبتحسسوني دايما اني لسه عايش. ربنا يخليك يا استاذ خليل، حضرتك موجود معانا وموجود باعمالك، واعمالك بجد بتوصل للناس بمنتهى البساطه والسهوله، وبتعلق معاهم جدا جدا جدا، وبيحبوها جدا 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 كمان. انا بحمد ربنا، وزي ما قلت لك في بدايه اللقاء مش عايز اضيع وقت مع عمرو دياب بالذات. إذا كنت اشتغلت معه فترة يمكن هو مش واخد باله أني بالصدفة، لكن أنا مركز مع عمرو، إن شاء الله يطلع حاجات جميلة بإذن الله. بإذن أكيد الفترة الجاية هنشوف حاجات مختلفة خالص بإذن الله. إن شاء الله، إن شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر مهندس صوت اللي كان معانا النهاردة مصطفى جويدة، ومدير البرامج عمرو حداد على المجهود الكبير اللي بيبذلوه في البرنامج عشان يطلع لكم بالصورة اللي تعجبكم. استنونا في حلقة جديدة من برنامج وحكايتك مع محمد مختار على دياب اف ام. تصبحوا على خير. يا حبيبي حياتي معاك، ونروح لبعيد ننسى العالم بحال، ننسى الدنيا وما فيها وانا وياك. شوف الايام وانت معايا حبيبي، بتعدي حبيبي هعيشها لمين؟ ما تخيل.